بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. أقر أنا مذيعة برنامج الدين والحياة أن الدين الإسلامي الذي درسته وذاكرته وتعاملت به طوال حياتي، واستضفت معظم علمائه الأجلاء، وعملت به في أول قناة دينية إسلامية في مصر وفي العالم العربي أجمع، قناة اقرأ، والتي كان شعارها ما زال متعة الإعلام الهادف. هذا الدين الذي يدخل في الحياة ليجملها وييسرها ويبسطها وينورها ويوسعها. هذا الدين الذي يجعل الحياة أكثر رحابة وأكثر استيعابا وتقبلا للبشر. إنه الدين الذي يدخل الرفق في الحياة ليزينها. هذا الدين الذي يرى أن انعدام الرفق في تعاملاتنا هو الشيء المشين المهين المرفوض. هذا الدين الإسلامي الذي يدعو للسلم وليس للحرب والتقاتل والتشاحن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. هذا الدين الإسلامي الذي نحبه وننتمي له، بل ونفخر بانتمائنا له دون ضجيج ودون إثبات حالة. مش محتاج أعمل زفة واطلع هلل وطبل عشان أقول إني مسلمة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش محتاجة أحلي إيماني بالمنصات والميكروفونات، ولا ينفع أزكي نفسي على الخلق وأقول أنا الأكثر إيمانا والباقي سلطة. إنه الدين الإسلامي الذي علمنا التواضع. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. نحن نتواضع بالأخلاق الحميدة التي نعامل بها كل الناس، ولا نتكبر على أحد بالشتائم والألفاظ النابية والتهديدات بضرب الناس وسحلها بالأحذية وحرقها. هذا هو عين التكبر على البشر. تعلمنا من علمائنا الأجلاء أن التباهي بالتدين والتباهي بالإيمان أمام جموع من البشر وأمام الكاميرات، والادعاء بأن فئة واحدة هي التي تحتكر الدين الصحيح أو صحيح الدين، وفئة واحدة هي التي تحتكر حب الله، وفئة واحدة هي التي تجاهر بأنها الأقرب لله والأقرب للرسول والأقرب للصحابة. تعلمنا أننا لو تعاملنا بكل هذا الخيلاء بأننا الأفضل، فإن هذا ما هو إلا رياء. فالإخلاص مكانه القلب وليس الشاشات ولا المنصات. فما بالنا بمن يهتف بأنه حامي حمى الدين الإسلامي، وكأنه يهتف في بورما يدافع عن المسلمين من التنكيل بهم. لا والله، هو مش بيدافع عن المسلمين الأقلية في بورما من تنكيل البوذيين ليهم، ولا واقف بمنصته وميكروفوناته يدافع عن الإسلام في البوسنة والهرسك مثلا، متصديا لجرائم الصرب في حق المسلمين. لا، هو واقف بيدافع عن الإسلام في بلد الألف مئذنة. هو واقف بينادي بالإسلام في قلب ساحة الجامع الأزهر الشريف، وكأن الجامع الأزهر ده مقفول وما بيصليش فيه الآلاف يوميا، وهو اللي بينادي بفتحه. هو بينادي للجهاد وللقتال والاستشهاد، إنما ليس في المسجد الأقصى لمحاربة الصهاينة، لكنه بينادي في الحسين في قلب مصر. ولا أعرف ما هو هذا الدين الذي يستشهد أبناؤه وهم يقتلون بعضهم بعضا. فالدين الإسلامي الذي نعرفه يقر أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنه الدين الإسلامي الذي لا يصح إسلام من يتبعه إذا لم يسلم الناس من لسانه ويده. لا يصح إسلام من يتبعه إذا لم يسلم الناس من لسانه ويده. فما بالنا بمن يمد يده على امرأة في سن والدته ليكمم فمها، وما بالنا بمن يضرب البنات بالبنية في عينيها ووجهها، وما بالنا بمن يشدها من طرحتها ويشتمها بأقذع الألفاظ. الحقيقة لم أرى بابا في أي كتاب من الكتب الإسلامية يدعو المسلمين للحفاظ على شريعتهم بالقبح والفحش واللعن
والذم. لم يصادفني أبدا طوال عملي بالإعلام الإسلامي الهادف أي من الشيوخ التي تكفر وتشتم بدعوى أنها تحافظ على الشريعة. شريعتنا نحافظ عليها بمكارم الأخلاق التي تممها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وانتقص من قدرها من يقولون كذبا وزورا أنهم يتبعون نهجه. لا والله، هذا ليس نهج الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبناء عليه أقر أنا دعاء فاروق مذيعة برنامج الدين والحياة أنني سأظل على منهج الدين الإسلامي الوسطي الأخلاقي السمح الذي تربيت عليه وتعلمته من العلماء الأفاضل، وأتبرأ من هذه الشريعة الجديدة، شريعة الغاب التي تهين المسلمين وتكفرهم وترهبهم وتضربهم وتعذبهم بدعوى أنهم أقل إيماناً وأقل إسلام. أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم الدين والحياة، منبر الإسلام الوسطي، استكمالا لعرض النماذج المحترمة الناصعة الراقية في تاريخنا الإسلامي. نعرض اليوم شخصية نسائية أخرى من ضمن سيدات عصر النبوة، وهي السيدة صفية بنت عبد المطلب، مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل، اللي حضرتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.